تتوالى خطوات الحل السياسي في ليبيا، فرئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة يبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ويعمل على تقييم كل الترشيحات. مشاورات تهدف للتوصل إلى حكومة مرضية لكل الأفرقاء وتمنح ثقة المجلس النيابي في المهل المحددة وفق مخرجات المنطقة السياسي الليبي. فهل ينجح دبيبة في مهمته؟ وهل يتوحد البرلمان في جلسة منح الثقة للحكومة تفاديا لتكرار تجربة حكومة الوفاق؟ معنا الآن من بنغازي نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا عبد الحفيظ غوقة. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. مهمة يبدو أنها تسير يعني على المسار الصحيح، هل هناك أي عراقيل محتملة في طريق تشكيل هذه الحكومة؟ مساء الخير أخي مهند والمشاهدين الكرام. يعني الوتيرة التي تسير بها الأحداث بطيئة جدا، يعني مجلس النواب لم يجتمع بعد وهناك خلافات عميقة في مكان انعقاد مجلس النواب، هل يعقد في شرق البلاد أو في غربها؟ هذه مسألة يعني أخذت كثير من الوقت، ولا أعتقد أن مجلس النواب قادر قريبا على الاجتماع هذا إذا شكلت الحكومة في الأجال المحددة وهو في 24 من هذا الشهر، يفترض تنتهي مدة 3 أسابيع الممنوحة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لتشكيل فريقه. هذه إشكالية، ولكن هذه الإشكالية تجد لها حل في الملتقى الحوار الذي هو جسم بديل يمنح الثقة للحكومة التي أنتجها، وهذا أمر يعني أعتقد أنه طبيعي بالصورة التي رسمتها بعثة الأمم المتحدة، أمر عادي أن السلطة التي أنتجت الحكومة هي التي تمنحها الثقة وهذا الأقرب للحصول. هذا إذا ما نجح السيد دبيبة في تشكيل حكومته في الموعد المحدد. هو الآن يعني يستقبل في السير الذاتية للمترشحين، ولا أعرف يعني أن حكومة تشكل بهذه الطريقة. هل تفرض أسماء معينة من قبل أطراف الصراع على سيد بيبة ليشكل من خلال الحكومة ونكون أمام فريق غير متجانس وغير متناغم لأنه هو لم يشكل هذه الحكومة، أم الرجل سيلجأ فعلا إلى الشخصيات الوطنية والمعروفة والكفاءات بعيدا عن المحاصصات؟ وأنا أشك أن يستطيع أن يذهب في هذا المنحة من التشكيل الوزاري. هناك عقبات، هناك تحديات نأمل أن ينجح فيها، ولكن المعطيات تشير للأسف الشديد إن سيكون هناك تعثر في هذا المسار. نعم، ولكن يبدو أستاذ عبد الحفيظ أن هناك أطراف أخرى خارجية بالتحديد تسعى إلى تسريع هذه العملية وإتمامها بالمواعيد المحددة. هل هناك يعني شيء بالفعل من هذا النوع، وهل يمكن لهذه الأطراف الخارجية أن تنجز هذه المهمة في الوقت المحدد؟ يعني أعتقد نحن يعني الإدارة الأمريكية على لسان سفيرها لدى ليبيا هي التي حثت رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارة أزمة أو وزارة مصغرة من الكفاءات أو من التكنوقراط، وهذا ردده السيد دبيبة. ويعني إذا هناك يعني دعم أو دفع باتجاه تشكيل الحكومة سيكون على هذا النحو، ولكن الأطراف الدولية المطلوب منها تهيئة الأمور في المسار الأمني والعسكري، في مسألة إخراج المرتزقة، في مسألة الضغط الذي يجب أن تمارسه لجنة المتابعة الدولية التي أنتجها إعلان برلين في يناير من العام الماضي. هذه اللجنة هي التي تدفع الأطراف المختلفة التي كانت حاضرة في برلين لتنفيذ التزاماتها في إخراج المرتزقة، في التوقف عن دعم أطراف الصراع، في عدم إرسال الأسلحة، ولكن شيئا من ذلك لا يحدث في الواقع. لا نجد هذه اللجنة، علما بأن لجنة المتابعة هي تشكل من الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية والإقليمية، الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وكذلك من الأطراف الفاعلة الحاضرة لاجتماع برلين والتي أمضت على هذه التعهدات. هذا هو الجانب المهم. لماذا؟ لأن إذا استمر وجود هذه الجماعات المسلحة، وجود المرتزقة، وجود الأجانب في ليبيا، معنى ذلك أن هذه الحكومة ستعمل في ذات الظروف التي عملت فيها حكومة الوفاق والتي قادت إلى فشل ذريع لتلك الحكومة. ولكن هذه المسألة متأخرة كثيرا أستاذ عبد الحفيظ، مسألة إخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، نحن نتحدث عن أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تنتهي هذه العملية، وبالتالي هل تعتقد بأنه سيتم المضي قدما وإنهائها قبل تشكيل الحكومة، بعد تشكيل الحكومة، قبل الانتخابات؟ كيف ترى هذا الموضوع؟
لا تشكيل أخي مهند لم يبقى على تشكيل حكومة سوى 10 أيام، لأن الموعد اعتبارا من الخامس من هذا الشهر، الآن نحن في 14 من الشهر، يعني لم يتبقى الكثير، 10 أيام، قرابة 10 أيام مضت دون أن يحدث أي تطور لا في المسار العسكري ولا في المسار السياسي. في المسار العسكري يتحدثون فقط عن فتح الطريق يعني الساحلي بين الشرق والغرب، وهذه مسألة لم تكن أصلا موجودة طيلة سنوات الأزمة السبعة، كانت منذ 8 أشهر أو 7 أشهر لا غير. هذه يعتبرونها الآن إنجاز إذا ما تحقق هذا الإنجاز. نعم هو يساعد ويخفف من معاناة الناس، ولكنه ليس الهدف الأسمى. الهدف الأهم هو حصر الجماعات المسلحة، هو تفكيك سلاح هذه الجماعات، كما جاء في الاتفاق الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، يعني وحدد 3 أشهر أو 90 يوما لخروج المرتزقة، ولم يحدث شيء على الإطلاق حتى الآن، ولم تمارس أي نوع من الضغوط على الأطراف الدولية المتورطة في الأزمة الليبية، بل على العكس شهدنا أن هذه الأطراف تسعى إلى تمديد بقاء قواتها خلافا للقرار الصادر عن مجلس الأمن 25/10 والذي يدعوها إلى سحب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة. إذن لن يتم شيء قبل تشكيل الحكومة، وإذا ما شكلت الحكومة هي ستعمل في ذات الظروف. إذن نحن سنكون أمام ذات السلطة، ولكن أتت بطريقة أكثر ديمقراطية، تبدو أنها أكثر ديمقراطية عن طريق ملتقى الحوار الليبي الذي التأم في جنيف والذي أنتج لنا هذه السلطة الواحد. أيضا من الاستحقاقات الأخرى في الفترة القادمة الاستفتاء على الدستور. هناك الآن دعوات على ما يبدو أستاذ عبد الحفيظ لمقاطعة هذا الاستفتاء، إلى أي مدى بالفعل برأيك ستمضي مثل هذه الدعوات؟ الاستفتاء على الدستور أخي مهند يحتاج إلى إقرار قانون الاستفتاء. قانون الاستفتاء أثار الكثير من الإشكاليات، هل سنكون أمام كل إقليم، لأن ليبيا شئنا أم أبينا هي قسمت الآن إلى 3 أقاليم. هذا رأيناه طيلة المبادرات السابقة تتحدث عن ذلك، هل سيتم استفتاء كل إقليم أم ستكون ليبيا دائرة واحدة بس؟ هذه مشكلة حسمها مجلس النواب بالقانون، والذي تمت معارضته من قبل مجلس الدولة ومن كثير من الأطراف الأخرى. إذن الدستور بوضعه الحالي، أنا من المعارضين بشدة لمسودة الدستور الحالية، ولكن إذا فرض الاستفتاء أعتقد أن سيكون الأقرب أن سيكون لا، كلمة لا لهذا الاستفتاء، وبالتالي سنكون أمام مرحلة أخرى لعرض المشروع على هيئة الدستور لتقم. الآن الهيئة التي التأمت في الغردقة بحثت في مسألة تعديل مواد الدستور، وأعتقد أن هذا ليس من صلاحيات هذه الهيئة التي تتشكل من مجلس نواب مجلس الدولة، هي النظر في القاعدة الدستورية. قد نتجاوز مسألة الخلاف حول الدستور ونمضي في الإعلان الدستوري الحالي حتى نتمكن من إنجاز دستور يخلق التوافق ويكون مقبولا من الأطياف الليبية المختلفة. هذا لم يتحقق، وأعتقد أن هذا الدستور بهذه الوضعية يؤسس لصراع آخر لا نريده أبدا أن يكون في المستقبل. إذا أردنا فعلا حل مشكلة ليبيا والذهاب يعني إلى مرحلة من الاستقرار ومن الهدوء، يجب أن يعاد النظر في هذه المسودة المعيبة من جميع الأوجه، ليس فقط في نصوص الموعد، ولا حتى في إخراجها بعد أكثر من 3 سنوات من الموعد المضروب لهيئة التأسيسية لإنجاز الدستور. أنجزته بعد أكثر من 3 سنوات خارج المواعيد والأطر القانونية والدستورية، وهي مواعيد محددة، ولكن للأسف شيئا من ذلك لم يتحقق. الدستور إشكالية كبيرة، أعتقد أنه يؤسس لصراع ولا يحل الصراع على الإطلاق. تحديات عديدة لا شك تواجه السلطة الانتقالية في هذه المرحلة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، كان معنا من بنغازي.